معانا على الهاتف حمزة شتوي، صحفي مغربي كان متواجد في هذه المباراة، نسمع رأيه عن هذه المواجهة الكبيرة بين الوداد والزمالك. أستاذ حمزة صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير زميلي العزيز كريم، وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. رأيك في هذه المباراة الكبيرة بين الوداد والزمالك اللي فاز بها نادي الوداد بثلاثية مقابل هدف واحد على الزمالك؟ أكيد مباراة كبيرة كما قلنا في البداية وكما يعلم الجميع بين الوداد والزمالك، مباراة ربما أكدت القيمة الكبيرة لجماهير الوداد وأكدت القيمة الكبيرة لجماهير الدار البيضاء. جماهير الوداد اليوم كما قال وليد الرجراجي في الندوة الصحفية بعد المباراة أنها حسمت اللقاء. الرجراجي قال بالحرف الواحد: لولا هذه الجماهير حتى لو كان جوزي مورينيو لن نحقق الفوز. وقال كذلك على انه هو لاعب في الدوري الاسباني، واليوم كان متفاجئ جدا، هو حتى لاعبيه تطور مستواهم بشكل كبير تفاعلا مع هذه الجماهير العريضه. اكيد الجماهير اليوم كانت حاسمه، فريق الوداد كان مميز جدا، وليد الرجراجي عرف كيف يسير المباراه، واكيد انتصار مستحق جدا للفريق الاحمر على الفارس الابيض نادي الزمالك. طيب عايز اسالك كمان على الدفعه الجماهيريه الكبيره اللي منحها الوداد الجماهير الوداد اليوم لفريق الوداد واثرت كثيرا على الزمالك. اكيد الجماهير المغربيه كما قلت لانها معروفه دائما، نحن في المغرب نعلم يقينا ان جماهير الدار البيضاء جماهير من نوع خاص، هي ليست بالصدفه احتلت مراكز متقدمه على المستوى العالمي. جماهير الدار البيضاء، جماهير الوداد والرجاء تصنف دائما من افضل الجماهير في العالم، فلذلك وليد الرجراجي كان قال في وقت سابق على انه افضل انتداب هو ان تعود الجماهير. فالجماهير اليوم عادت ودفعت بالفريق الاحمر وشلت حركه الزمالك المصري، حتى الوداد لما استقبل الهدف في بدايه المباراه الجماهير امنت لفريقها، واصلت الرساله وصلت لاقدام اللاعبين وتم ترجمتها في شباك عدد ابو جبل بكل عدد الجماهير تقريبا كان كام النهارده؟ تقريبا ما اعرفش العدد بالضبط، لكن ممكن نقول على انه العدد تقريبا ناهز ال 15000 تقريبا مناصر، لانه نعلم انه المغرب عاد للتو يعني قبل يومين تم السماح للجماهير بالعوده، فبذلك الملعب لم يكن يعني ممتلئ بشكل كبير، لكن جماهير الوداد العدد اللي كان حاضر استطاع ان يؤكد على انه هذه الجماهير تبقى من خاص، والجماهير دائما تساند فريقها بشكل كبير داخل الديار وخارج الديار، لكن عندما يتعلق الامر بالمباراه في المركب الرياضي محمد الخامس مدربين كبار اعترفوا بقيمه هذه الجماهير، منهم جوارديولا، منهم مدربين كبار يعترفون بجماهير الدار البيضاء على انها تضغط بشكل كبير على الخصوم وتساند فريقها. اليوم العلامه الكامله لجماهير الوداد وللاعبي طيب. الوداد ولمدرب الوداد. طيب سؤال بعيد عن هذه المواجهه، سمعنا ان في مفاوضات من نادي الرجاء المغربي مع معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، هل الكلام ده مظبوط؟ بالتأكيد أنا ما أؤكده لك بشكل ربما عن مصادر مقربة جدا جدا من المكتب المسير للرجاء أنه ليست هناك مفاوضات مع معين الشعباني خلال الساعات القليلة الماضية، وأعتقد على أنه فريق الرجاء اقترب من تعيين إطار وطني سيكون ربما خلفا للبلجيكي ماركو يرموت. حمزة الشتاوي الصحفي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.